يعني سمحتينا؟ ما كتير. طب شو لازم أعمل؟ ما بعرف، بس أنا من اليوم أول ما وعيت من الصبح قمت تحممت ولبست تياب نظيفة. شوف ليك. مسلسل مثل القمر اللي حبوه الناس وعم بيحصد نسبة مشاهدة عالية عبر شاشة الام تي في طالته انتقادات كتيرة ركزت على الأخطاء الإخراجية اللي سبق وعرضنا بعضها. الخطأ الأول هو الممثلة اللي هي طبعاً أخدي دور قمر، اللي كانت كل الحلقة أو من أول ما بلش المسلسل عم بيخبرونا أنه هي ما بتقدر تمشي بكعب عالي لأنه هي بنت منا معودة أنه تلبس كعب عالي. وإذ بعد أقل من دقيقة هون كأنه عم تشلح سكربيني، بس بعدين شفنا أنه مشى لحتها، هجمت على اللي عم ترقص مع جوزة، ضربتها حطتها بالأرض. شوف لها رجع لبسة سكربيني، ممكن أنه ما تكون قلعتها، ولكن الشيء الحلو اللي راح نشوفه هلا السرعه اللي عم تركض فيها وكيف طلعت على الدرج مثل الغزال وكانه الى 100 سنه بتلبس كعب عالي وبطلت. ها شوفوا كيف راكده وبطل عندها مشكله بمشي بالسكربينه، يعني درجتين درجتين. ايه عم تقفز قفز. الشغله الثانيه بالحلقه الثانيه كانت هي لما وقع الحجر على اجرى، هيدي اجرى اليمين، إجرى اليمين، وقع الحجر على إجرى اليمين اللي ربطوا لها إياها لإجرى اليمين وعورت حالها فراحت على البيت. ولكن اللي عم نشوفه هون إنه جوزة وسام صليبة عم يفرك لها إجرى الشمال. كما تحدثت الانتقادات عن مشاهد منسوخة بالشكل والمضمون عن المسلسل المكسيكي ماريمار من دون ما ينذكر بالجينيريك انه العمل مقتبس. هلأ كنت بقلاتي ما اجا جهاد. ما خطبك الان يا عزيزتي؟ سيرجيو لم يأتي. عين هذا انت؟ هذا انت؟ شو بعد بدك؟ أنا جيت شوف جهاد. من الأفضل ما تزعجي لجهاد بهالفترة. ليش؟ مريض؟ صار له شيء؟ لا، جهاد مشغول بخطبته. ما الذي تريدينه إذن؟ أريد سيرجيو. ماذا تريدين منه؟ لا شيء، أريد فقط أن ألتقي به. اسمعي جيدا، لا أنصحك بإزعاجه في هذا الوقت لأنه منشغل بخطوبته. خطبته؟ اي نعم، جهاد عم بجهز ليخطب البنت اللي بحبها واللي من مستواه الاجتماعي. أصبحت الآن تعرفين، سوف يتزوج ويستقر هنا في المزرعة مع فتاة من نفس مستواه الاجتماعي. أمر، أمر، شو بك يا بنتي؟ ماريمار، ما الأمر يا ابنتي؟ طالما انتو كتير بدكم تعرفوا تريحكم رح أخبركم. خلصنا، من هي؟ شو اسمها؟ انتو حزروا بالأول. قلت لنا انت انه بنت عيلي ضايعة ومحصر. قمر، رح اتجوز قمر الشحابة مثل ما انتو بتسموها. شو؟ بما انكما مصران سأقول. بالطبع، من هي؟ ألم تحزري أنجليكا؟ لا حقا لا، أنت قلت فتاة من البلدة ومن عائلة محترمة، لكن لا أستطيع أن أحذر. إنها ماريمار كيس القذارة، فتاة الشاطئ كما تسمونها، سوف أتزوجها. أما الممثل ستيفاني صليبة فكان إلى حصة من الانتقادات الصحفية اللي طالت أداء التمثيلي ووصفت لفظة بغير المدروس وإنه انفعالات الفرح والحزن والصدمة عندها متشابهة، مع العلم أنه هيدا العمل التمثيلي الأول لستيفاني بدور قمر. المخرج نبيل لبوس، مساء الخير. مصوار، شو كان انطباعك أنت وعم تحضر؟ ليك مهضوم ال... أيه مهضوم بس شو صاير؟ أول شيء مبروك على البرنامج توني ومرسي على الاستضافة. من وين بدنا نبلش؟ يعني الاستضافة
بتعرف محبتك وتقديرنا لإلك. شكرا. بس في مطارح لأنه حملت كل يعني اليوم هاي الأخطاء ما بيحملها إلا المخرج. صحيح. يعني أنه ولو معقولة أخطاء من هالنوع يعني راكورات بالجملة. لا ما هي ما هون سوء التفاهم اللي بيصير. نعم. فعليا إذا بدنا نجي نحط نكب الحق على غير عالم بتصير لعبة أولاد صغار. يعني بجي أنا كمخرج بقول لك لا أخي هيدي أغلاط مساعد المخرج ومساعد مخرج أول وتاني واللي مسؤول عن التياب وكذا. حرام كب الخطأ عليهم وقت اللي هن الشباب ما انعطوا وقت لا يحضروا وكان عم يشغل الشغل كله بطريقة مش مزبوطة يعني unprofessional at all. وهذا هو السبب اللي أنا بالآخر خلاني أقول يا أخي أنا هيك ما بقى فيي كفي. أنا لبهدل اسمي بعد 15 سنة شغل مش قبلانة بقى. انوعدت بكتير اشياء من قبل الشركة المنتجة ما عم يتحقق منها 10% يمكن كان بكل صراحة ما في شيء خبيه. يعني وقت اللي غيرك ما بيلتزم معك انت ليه بدك تلتزم معه؟ التزام مادي يعني؟ لا لا التزام اول شيء عم نحكي بال بال بالعمل الفني يعني التزاما تجاه العمل الفني. بس بالنتيجة اسمك. صحيح بالنتيجة اسمك. يعني اليوم هذا العمل يعني نحن أول ما شفنا الأخطاء يا أخي مين المخرج اللي يعني وين هو هالمخرج طيب ما شايف الأخطاء؟ ليه بتوصل؟ بدك نحكي نفصل الأغلاط أو نحكي السبب الأساسي؟ لا السبب الأساسي الأغلاط شفناها يعني وبعد وبعد في كذا خطأ يعني بس ما عزيز. ما بدنا نزيدها نحن لأنه بالفعل يعني أنه يعني بالنسبة لستيفاني هذا يمكن أول تجربة لإلها مثل ما بيقولوا ما فيك أعزم. تحمل عليها سلاح مع أني أنا معجب جدا 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 بأداء كاتيا. أنا تفاجأت بكاتيا كادي عن جد أنه في حدا سألني حتى قال لي هي بالحقيقة هيك قلت له ما بعرف قلت له ما بعرف ما قلت لا مثلا الشغل مع كاتيا لأنه كاتيا ممثلة قديمة وقديرة وعندها خبرة قدرت دغري أنا بظرف جمعة ونص كان عندنا وقت للتحضير أول 15 حلقة أنا كان معي بالأول 15 حلقة ووقت اللي اتفقنا أنه نبلش بالعمل قلت له للمنتج لأستاذ مروان حداد أنه بجمعة ونص ما فينا نحضرهم. قال لي أنا محضر كل شيء ممثلين لوكيشنز تصوير كذا. شو مشكلتك مع مروان أو مع الشركة المنتجة؟ المشكلة العمل بده تحضير أولاً بدك تعطيه حقه المادي للعمل. يعني ما فيك اليوم انت تفوت بكرو نص كرو لنقول يعني فريق العمل اليوم يكون 12 شخص لا بالدراما بده يكون 20 مش مبين على الشاشه هيدا الشيء يعني هيدا استثناء الاخطاء هيدا مجهود بيعمله المخرج اليوم يعني انت مش مبين يعني صوره حلوه صحيح كل شيء عم تقول ما بتعرف ليه الناس حبوه. الناس حبوه لانه انا وقت اللي بجي بقرا النصوص بلاقي في سخافه بالنص وما خاصه فيه الكاتبه بوجه لها تحية. هو منقول يعني هو منقول يعني ما في كاتبة أصلا منقول من لأنه المنتج يعني مع محبتنا لل صحيح. بس ما في كاتبة يعني حتى الحوار منقول جملة جملة يعني وهذا الشيء اللي زعجني بالأول. وأنا إلا لداليا حداد إلا يا داليا في مشاهد كتير صارت بايخة يعني ما بتقطع بقى على المشاهد اليوم هي ملتزمة فيه لأنه الشركة جهة المنتجة لازمتها تنقل مثل ما هو العمل. أنا صرت غير أنا صرت شيل صرت شحل صرت صغر شوي بالحلقات لضلني لاقط المشاهد صرت زيد مناظر بيوتي شوتس مناظر طبيعية حلوة اشتغل بكادر الكاميرا أكتر ما كان عندي وقت لحتى مرن أبطال. أنت بأي حلقة تركت بطلت طبعاتك؟ هلأ فعليا أنا لليوم بعده عم يطلع شغل أنا شاغله بس اسمي انشال من قبل بس اللي عم يطلعوا مش محطوط عليهم اسمي أنا مني شاغل مونتاج. هول الأخطاء اللي مرقوا اللي عرضناهم هودي كانوا تحت إدارتك؟ في إشياء أنا وفي إشياء مش أنا يعني صارت مخلوطة لأن إجا ناس من بعدي اشتغلوا بقى ما بتقعد عارف أي هي أنت أي هي لا. الأغلاط هيك بتصير لنحكي عن هالأغلاط اللي هني ركوريت نحن بنقول لهم بالعمل. هيدا بيجي فريق مساعد اول ثاني مساعد اول المساعد الاول المساعد مخرج اول مساعد مخرج ثاني ارت دايركتور والوردروب ديزاينر يعني المسؤول عن الثياب والمسؤول عن الديكور. هالاربعه بدهم يفرغوا العمل. هذا التفريغ تحضير قبل بدك شهرين تتحضر 30 حلقه اساسا. نحن ما كان معنا هذا الوقت. هل هالشباب بيحضروا بتجي انت اليوم بتصور مثلا مشهد هي باوضه نومه لابسه فستان احمر
بعد شهرين بتصورها نزلت شافت امها وبيها بالصالون لابسه اذا ما كان الأحمر. مسجل الريكورد مظبوط لا المخرج ولا الممثله ولا ما في حدا على فكره على فكره نبيل في مسلسلات اخرى هلا عم تمرق بنفس الوقت كمان كثير اخطاء يعني مش وحدك عظيم ايه؟ بس بدي اوصل للنقطه انا كيف بدي لوم شبابي اليوم وقت اللي كل واحد منهم عم يشتغل شغلتين ثلاثه لانه في نقص بالعدد الفريق يعني برايك التوفير التوفير يعني التوفير هو اللي وصل الى ما وصلت صحيح بيجوا بحطوا لك اياها انه يا خيي دراما محليه وما فينا بتعرف كمان اليوم 100% طيب نحن بنتفهم هذا الموضوع بنيجي من الاول نحكي مع المنتج انه اوكي رح نشتغل شيء بالموجود ونعمله مثل الخلق بس انت ساعدنا حط ايدك معنا مش تكون عم تشتغل ضدنا نحن عم نشتغل مع بعض طيب النتيجه تيجي انت تطلع براسك ويحطوا كل بالنتيجه طلعت براسك الخطا عليك بالنتيجه طلعت براسك يعني نحن تعرفنا بعد فتره انه انت تركت وانه انت في مشاكل انا وكذا. تركت قبل ما حضرتك تطلع بالحلقه اول مره ما كنا عارفين تحكي عن وحش لانه شفت لوين رايح العمل في بهدله انا ما بقبل اتبهدل اتبهدل اسمي بهالطريقه لانه انت جيان لا مع مين حدا ما حدا بيقدر يعني انت عندك تاريخك وما حدا بيقدر يبهدلك الخطا بيصير وين ما كان بيصير بدي اتشكرك نبيل يعني العمل رغم كل شيء صحيح. انا بعتبره من الاعمال انا هون بس بدي اقول شغله صغيره يعني انا كان ستيفاني بتجنن رغم كل شيء ستيفاني ووسام وسام طبعا لو انعطى لنا وقت تمرنهم اكثر كان طلع بعد شغل احسن منهم بكثير العمل حرام نخردق فيه وانا ما كنت مقرر اطلع على الهواء لانه هو هلا على الهواء العمل والعالم حبينه حبينه لا لا العالم اللي بيتقوص عليك بدك تطلع معلق ترد عن حالك شوي يعني شكرا لك المخرج نبيل شكرا. لبس في عندنا